لا، يأتي بعضهم يهدم شخصية كاملة لها قدم، كما قلنا عالم كبير، شيخ 70-80 سنة في الإسلام، أو مجاهد كبير، أو قائد من قوات هذه الأمة، أو عمل أو حركة إسلامية يعملون الإسلام، يهدمهم بخطأ واحد، يقول لا خير فيهم، لم يعملوا شيئا. الله أكبر، الله أكبر، كيف تلقى الله يوم القيامة يا مسكين، وكل هؤلاء أخصام لك يناضلون عن أنفسهم ضدك، لقد هويت في جهنم وما تدري. عليك أن تكون قد اصطنعت ميزانا أدق من ميزان الذهب لا يقيم وزنا لأجزاء الأوقية، بل لأجزاء الجرام، النانوجرام كما يقول العلماء، النانوجرام. كن دقيقا جدا، هذا إذا ألجئت، وإذا لم تلجأ ففي الصمت والكف عن المسلمين غنية. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: الربا 63 بابا، أدناها 63 بابا من الربا، أدناها أقل شيء منها، يعني أدناها جرما وفظاعة عند الله تبارك وتعالى. أن يأتي الرجل أمة، الله أكبر، نعوذ بالله من الربا. قال: وإن أرض الربا أن يستطيل المرء في عرض أخيه المسلم. أعلى نوع من الربا، هناك ما هو أعلى منه. إذا كان أدنى نوع من 63 نوعا هو أن يأتي الرجل عياذا بالله، عياذا بالله، عياذا بالله أمة، فأعلى نوع ما يكون؟ قولوا لي لا ندري. أعلى من، أسوأ من، أعلى منه في الفسوق، في العصيان، في الفجور. أعلى من أن يستطيل المرء في عرض أخيه المسلم. انتبه يا رجل، انتبه للنأمة، للحركة، للكلمة، للإشارة، لنصف الكلمة تقولها في عرض المسلمين. انتبه، المسألة جد، المسألة خطيرة حقيقة أيها الإخوة. هذا ديننا، والحمد لله على دينك هذا، والله الحمد لله على دين أراد منا أن نكون عادلين، منضبطين، موضوعيين، على دين لا يريد أن تغتال الحقيقة وأن تهدر وأن تداس بالأرجل لرغبات الملتاثين والمعقدين نفسيا أيها الإخوة، هؤلاء الذين يتمرؤون بالناس أيها الإخوة، أبدا، الذين لا يحسنون إلا البطالة والفراغ والهدم للبناء. لقد أشار عليهم الكتاب العزيز وأشار إلى هذا المعنى، قال: ويل لكل همزة لمزة، الهمز واللمز، لماذا يا رب؟ قال: الذي جمع ماله وعدده، بطالة وفراغ، عنده مال، عنده فيلا، عنده سيارة، غير محتاج أن يعمل ولا أن يتعب ولا، فجالس حاطج على رجل، بدخن أرجيلة، ماذا يفعل؟ يتكلف الناس. هاي الآية، هذا السور تصور لنا مشهدا عجيبا، أدق من أكبر محلل نفساني. قال: همزة لمزة، لماذا؟ لماذا هو كذا فعل؟ قال: لأنه جمع مالا وعدده، ويحسب أن هذا المال يكسبه مزايا يقصر عنها ويتقاصر العلم والمجد الحقيقي. هو خال من العلم، خال من العبادة، خال من الجهاد، خال من العمل الصالح، من أمر المعروف، من نهي عن المنكر، من اهتمام بأمر الأمة، من وقوف إلى قضاياها، إلى جانب قضاياها، خال من كل هذا، لكن عنده مال، ويحسب أن هذا المال يكسبه المجد من أنحائه، المجد من أطرافه. لا، خاب وخسر والله، وخاب وسقط تأميله. لا، يحسب أن ماله أخلده. كلا، الله يقول كلا، هذا باطل فارغ. أيها الإخوة، هناك معادلتان في هذا الصدد، معادلتان دقيقتان، وهما من موازين الذهب. المعادلة الأولى تقول: العلاقة بين النقد عموما، وخاصة النقد الهدام، يعني بين القول، العلاقة بين القول، بين النقد وخاصة الهدام من السلبية من، وبين العمل والإنجاز عكسية. الشخص أيها الإخوة الذي يكون قائما بعمل، مشغولا بإنجاز، لا وقت لديه لتكثير الكلام، لا وقت لديه لكي يقوم أعمال خلق الله أجمعين، ماذا فعل هذا وماذا فعل هذا، لا وقت لديه، وقته لأن ينجز، هو يريد أن ينجز، وإذا طلب إليه فإنه يقدم نقده عبر ماذا؟ عبر إنجاز عملي اسمه النقد بالفعل. هذا النقد بالفعل، كما قال الشاعر: وقد أحسن والله ما شاء وكم شاء، قال: لا تقل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله. لكن الشطارة أن تقول هذا ناقص، هذا غير صحيح، هذا غير جيد، هذا غير حبيب، هذا غير جميل، الكل يحسن هذا. البطولة أن تأتي أنت. ولذلك المعادلة الثانية: لا تقل ذا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله، هذا إنجازي وسنصدقك. ولذلك أيها الإخوة، المعادلة الثانية ما هي؟ إن ممارسة النقد والتطاول على عباد الله بالسلب والإيجاب، أن تستطيع إلى شيء لم تكلفه، كما قلنا أنت لم تكلف هذا، لماذا تتعناه؟ لماذا تتعناه أصلا؟ إن ممارسة النقد
من موقع العمل تجعل النقد أكثر انضباطاً وعدلاً وصدقية ونزاهة وموضوعية من إيه؟ من النقد الذي يمارس من موقع النظر. صحيح؟ جرب اجلس هكذا وحاول أن تنقد أي شيء، أبسط الأشياء. مثلاً شاب يتقدم معنا لكي يصلي بنا التراويح مثلاً، نريد أن نعطيه فرصته في الأجر إن شاء الله وفي الذكر الحسن بين الناس، لأنه تعب وأدأب نفسه. ليس من حفظ كمن لم يحفظ، وليس من حفظ مع التجويد والأحكام ودقق كمن لم يدقق أصلاً، والأمر لا يعنيه، أليس كذلك؟ واحد جالس مضيع أيامه في الله والبطالة والأكل والشرب والتلفزيونات، وواحد يحفظ 30 جزء من كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن يكرم، لابد أن يعزز، لابد أن يأخذ فرصته. ويأتي واحد يقول صوته غير حسن، تعال أنت يا أبا الصوت الحسن، تعال تقدم، هل تستطيع أن تقرأ؟ وجرب اقرأ الفاتحة وأنت إمام بالناس، ستتغلط فيها والله. إن التقدم لإمامة الناس شيء مهول مخيف أيها الإخوة. جرب، لم تعجبك خطبة هذا الخطيب، جرب اعتلي درجة واحدة وليس ثلاث درجات وتكلم إلى الناس، وسوف يرتج عليك، لن تستطيع أن تحمد الله أصلا بلغة فصيحة، سوف تضطرب أوصالك. إن ممارسة النقد والتجريح هذا في أبسط الأمور، كيف إذا أردنا أن ننتقد عملا إسلاميا مشروعا، حركة إسلامية، جماعة، عالما كبيرا ملأ الأرض فضلا وعلما ونورا، مش موضوع صلاة ثلاث ركعات أو صلاة ركعتين أو خطبة جمعة، لا. فممارسة النقد نظريا عملية سهلة جدا، تجعلك تبني وتهدم ما, ت... ما, 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 ما تشاء كما تشاء كما تحب. لكن ممارسة النقد عمليا، جرب أنت، تعن هذا العمل، كائده، كابده، حاول أن تقوم به، وسوف تظهر لك قيمتك ووزنك مباشرة، سوف تعرف قدرك تماما. صحيح؟ هذا الذي يحفظ 30 جزءا ولما يتم 20 من عمره، هذا إنسان مفتوح عليه بحمد الله تبارك وتعالى، أتم الله عليه نعمة من نعمه، ويسأل الله التوفيق له والزيادة. أنت الآن لا تحفظ إلا جزءا واحدا لعلك تتغلط في أكثره. صحيح؟ جرب أن تحفظ 30 جزءا، ربما تحتاج 20 سنة وربما لن تفلح، لأن الله لم يكتب لك القبول، لأنك رجل مشغول بغيرك، لست مشغولا بالإنجاز.